تدهورت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير، حيث يتعثر على الوكالة الحصول على ضمانات بشأن برنامج طهران النووي، وذلك بعد تخليها تدريجيا عن التزاماتها ضمن الاتفاق الدولي المبرم في العام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وسط ذلك اقترحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على الوكالة الدولية الذرية مشروع قانون لإدانة إيران على عدم تعاونها سعيا للضغط على طهران، ويدعو مشروع قانون الترويكا الأوروبي إلى إدانة إيران لمنعها خبراء تخصيب اليورانيوم لدى الوكالة الدولية من الانضمام إلى فريق التفتيش، ويدعو مشروع القانون إيران يدعوها إلى تنفيذ البيان المشترك الذي صدر في مارس من العام 2023 اعتبرته الوكالة تعهدا شاملا بالتعاون. ويقول دبلوماسيون أن الدول الأوروبية الثلاث تؤكد أهمية فرض عقوبات على إيران لعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقدم برنامجها أو تقدم برنامجها النووي، إذ تخصب إيران اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60% أو ما يقرب من 90%، وهي النسبة اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع 3 قنابل نووية وفق تقارير غربية. وفيما تعتبر القوى الغربية أن لا مبرر مدنيا لدرجة التخصيب هذه يدين إيران، تقول الوكالة أن أي دولة لم تفعل ذلك من دون إنتاج أسلحة نووية، وخشية من أن تكون إيران تسعى لتطوير سلاح نووي، يؤكد المشروع الأوروبي ضرورة إعداد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي تقريرا عن الحالة. وتخشى واشنطن من أن يفاقم لوم إيران من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر المقبل، إلا أن مصادر دبلوماسية ترى أن السياسة الأمريكية الحالية غير قابلة للاستمرار نظرا للتصعيد الحاصل، وأن موقفها قد يتغير بحلول موعد التصويت على مشروع القرار.